رد. ليش لحبيبتي لما بتحكي عن الشقر والجمال والاسد وورق الدين مين قصدك؟ كوندوليزا رايس؟ قصدك فاديه الشريقه اكس ميس يونيفرس. ما في الا فاديه الشريقه. يعني انا صراحه هيك لما الناس على الطريق بيقولوا لي براشتك امبارح مريم نور شو مع مين قصدهم؟ ما عم بيقولوا لي اياها لالي. انه شو بعمل؟ انه شو عندك ضد الكعب؟ اليوم انا هجم علي حرامي بده يسرق لي جزئين، بشو بضربه على راسه بالكلسه؟ لعب بسلتي طرقني كفين اخذ جزئين وفل. بعدين حلو الكعب العالي حبيبتي انوثه جمال، انه عم بدك تلغي من عنا الفن والجمال والميك اب، شو منظهر هيك وحده مصفره محبح بي يعني مكفشله كلها؟ نفرتيتي كانت تحط ميك اب حبيبتي، وين كنا نحن وقتها نفرتيتي؟ ايه لازم تحطوا ميك اب، خصوصا اللي ما عنده ويك اب حطوا له ميك اب. هيدا جوابك، ما في جواب بغير هيك. طرش طرش. هلا عم تقنعيني بهالجواب هيدا؟ ايه خليكي شنهار، حطي السرمية على راسك وقولي لهم في عندي سرمية. مريم بليز، شو ذنبي اذا انا الله خلقني حلوة وكاملة؟ شو ذنبي؟ بليز حاجة تهتيني. بليز العالم ضحك علي على الطريق، عم لك مريم شو حكيت عنك امبارح؟ انا هيك خلقانه هيك خلقانه هيك ايه؟ فيكي شو ذنبي؟ مس يونيفرس، مس 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 مصطيه، راحت القصه كلها. شفتي كيف بتشيلي وبتعملي عرقك وبتعرقي وهيك؟ اكيد بدي حدك ما بعرق. ليه؟ ليه انت عم تعرقي؟ لانك انت يمكن ما بتفك ما بتعتلي هنبلا، ما بعرف انا معصبه صراحه. ليه بدك تعصبي؟ كل مره باخذ بنصيحتي بفوت بالحيط. مثلا اقل الاشياء، اقل اخف لمواضيع التلفزيون، بتدقي على التلفزيون وهذا التلفزيون مش منيح للجسد ومش منيح للفكر وما تحضر التلفزيون، سمعنا منك تصين على التلفزيون. ايه شو بدك يصير؟ طيرتي لي اخر حلقه من استريليتا، نسيت راحت عن راسي موقفه تلفزيون كرمال مريم، البروجرام من سنه 99 متابعته، ناطره اخر حلقه لثمان سنين. بح طارت كل يومين بيزركوا لي جيران ما حضرت اخر حلقه وما شفت شو صار باخر حلقه ويا شو علا ويا شو قالت له. ليه؟ فوتيني بالحيط. ايه عمالة انا شو بيعمل لي اوشو هلا بيرجع بيعرض لي الحلقة بيعمل لها ريران؟ ليك ايه بدي اقول لك شيء، اوشو بيعمل لك اللي ما عمل لك اياهم لا رجال ولا مرة. ويك اب واسكتي بقى، لا مكسيكي ولا مكسيكي، شيلي لي هالمكسيك وشيلي لي ومسيك كله من هون. لا ما بقى في اسم، انا عندي رسالة، انا عندي رسالة بدي اوصلها. خلي لك هالرسالة اللي عنده الرسائل كلها عم بيعملوها، ان كان السنيورة وال ما بسمح لك تحكي هيك مريم. انا ما عم بحكي لك، عم بحكي لك كل اللي مثلك 99%. عدي تعلمي جيبي كتاب وتقري. كيف تقري؟ بدي اقول لك شغله مريم، في فتره اخذت بنصيحتك وقلت يا عمي هالمره بتفهم خلينا نقرا كم كتاب، قعدت اقرا ما عاد شوف حدا لانه الناس ما بتعشر، هذا بياكل مع الاحاديث وهذا حاطط مرايه ببيته، ما عاد اعرف شيء، انقطعت عن الحي. انا كنت مخابرات الحي يسموني مريم، يسالوني الناس التقوا فيه يقولوا لي فاديه كيفك؟ قلن ما بعرف ما عم تابع، ما عاد اعرف شيء عني. طب بقرا من ماله بضيع كل شيء بحياتي؟ وين ما عاد اعرف لمين عم يظهر مع مين، ولا اي ساعه سربت بنت الثالث، ولا السادس مع مين عم تظهر وشو عم تعمل، واي ساعه اللي عند الجناز، واي ساعه ضعت راحت حياتي. فوتيني بالحيط. ايه اما لا انا ما بدي فوتك بالحيط ولا الحيط يفوت فيك. ميكروبيوتيك، مشينا بالميكروبيوتيك صرنا بالانتيبيوتيك، متدوخه وقشط ضغطي وقعت بالارض كسرت وركي والتهب وركي. شو ميكروبيوتيك؟ فسري لي بقى الميكروبيوتيك لوين وصلنا؟ بروح انا على مطعم مع جوزي على اساس عم نجزي، وصلت طلبت خيارة مع نقطة زيت مثل ما عم بتعلمينا، طلعت حوالي يا ريت، قلت له لجاسون خد الملاعي والشوك، هي مريم ما بتحبهم، اجيب لي شي خشبة اكل فيها. بتطلع حدي بلاقي هذا الطالب في ليمينيون، هذا الطالب ستيك، هذا اللي طالب كلاب ساندويتش، انا عم باكل خيارة صدقيني نزلوا دموعي، يعني رايحة انبسط فرفش، قاعدة عم باكل خيارة اكس ميس يونيفرس، دموعي للارض، الناس عم بتضحكوا علي بالمطعم، كحلات شر وصل الكحل للركب لان سمعت مني. فوتيني بالحيط. يا عم لا شو بدك فيه الحيط؟ فوتي مش حمار. وين المشكله باللحمه؟ مش عم بفهم. كليهم ما كلها بروتين، كلها بروتين. كلي لك بقره، البقره بتاكل لحمه؟ الحمار بياكل لحمه؟ الدجاج بتاكل لحمه؟ ليش انت عم تاكل لحمه؟ اذا حمار ما بياكل لحمه انا شو خصني اذا هو حمار؟ هو افهم منك، شفتي لك شي حمره على المستشفى؟ في شي حمار بحط كولونيا وبحط برفان؟ شو خص الكولونيا بالحمار بالبرفان؟ مش عم بفهم بقى مريم بليز. خلص خلص بقى، وصلنا لوقت ما بقى فينا نتحمل ان كان مزح ولا كان جد. انا بدي اسالك اليوم اذا مشيت على البروجي اللي بالميكروبيوتيك تبعك، انا اليوم عزمت ناس على الغداء او على العشاء، شو بتعمليهم؟ خياره. خياره؟ شو بطبخ له؟ شو بقول لهم تفضلوا على المكتب؟ ياكلوا خياره وياكلوا درة معه وياكلوا شعير. ميرسي. وياكلوا كل هالاكل. ما عم بقول لهم تفضلوا على جنينه دغري على المسبح. خليهم يرعوا يرعوا. يرعوا. ايه. جرستيني اخر عزيمه عزمة السفير التلياني صاحبه للي بوبا هيك اتجرست. سفير التلياني. اي نعم السفير التلياني. شو اسمه هالسفير؟ شو خصك شو اسمه؟ وصل الزلمه على العشاء قاعد على الطاوله طلع هيك خضره ما خضره ما قال شيء، قال لك مقبلات. قعد هيك شوي قال لي فاديه
دافي كيف بنياته ما ده بيعرف الكويزين اللبناني قلت له كيف بنياته بقى جاي يلا عم بدقاته جاي كيف كان بدقها عم بدقه الكبه ليكي معي حر اليوم حلفه من البيت اذا بدك تزفري بالحكي بده احط لك حر على لساني شو قال لك الصفي رجع قال لي فاديا دافي اصبي سوداتو شو بدي اقول له انا قلت له يلا عم نسخنها واصله قلنا على بينسى بيرو شوي فاديا دوفي رقاتو جبناتو دوفي فرغاتو دوفي شانكليشو انا صرت هالقد اركت ورا السجرة متصفت لطلب الدليفري تخلص حالي من هالقصة فوتيني بالحيط ايه عملاء فاديا اسكتي شوي تقلي ليه بدي اسكت بقلت بتحكي بس تشوف فكتي انا هلا لشوف انه ليش على طول عم بتفوتي بالحيط ما في شي غير الحيط انت فوتيني بالحيط انا فوت فيك لا انت تفوتي بالحيط ايه مثل بعض النتيجه فتنا بالحيط لا انت ما بدك تفوتي بالحيط جيبي لك شي حيط يفوت فيك عم تحكي لعمرك تتهربي انت على الشاشه لوحدك بارعه بس لما يجي واحد يسرقك ما بتعرفي شو بالجيب ما قلت لك لشو بدك تاكلي من هالاكل ما هالاكل اللي وصلك هالهبل شعراتك شقر وكعب العيله والمجوهرات والحر والمر وبدك تفوتي وتفوتي بالحيط اكيد فتي بالحيط المجوهرات انه مشو معقول انه فيه النووي انه ليه المجوهرات اوعى كتير خطر شو وين مشكلة بالم... انا مسيني فرستوجوني لما حطيش مجوهرات شو بدي احط بديله خشبة شو بعمل كيف بيحمل اسم لبنان بالعالم بدي اعرفين فاديا انت تعليقة شي تتعلق كل هالمجوهرات انت تعليقة للكيب للمجوهرات وللأسيمة تعي تنحكي بجدية انت صرمية بشرفي بدي مل ايدي فيك احترمي حالي بشرفي بحط لك حرب تشلطك شلفر انا لا الحكي لا الحرب حرحرني ولا كلماتك مرقت علي هود الحرحرة يعني ما عم بفهم اذا انا جسمي لبيس وبالبقلي وانت ما لبقلك وين انا شو خصني شو ذنبي شو بدك تلبسي يعني انت يعني لازم البس مثلك تصير انسان طبيعي ما فهمت هي باللبس امشي حافية والبس لا لو بيشلحوا ثيابك اذا ما عباية البس عباية شو بعمل لو بتشلحي ثيابك بتكوني طبيعية اكتر قومي تنشلح ثيابنا اثنيناتنا هيك ونمشي بهالشارع بلبنان شارحين ثيابنا كلنا خوطة بزعل مريم بس شوف قديشك خوطة وقدي عم تخسري ليكي ما هو المجنون اللي ربح جبران وقت اللي كتب المجنون بدع بالعالم العالم بس تقولي لبنان بيقولوا جبران مجنونة. ما بيقولوا فاديا الشريقة مجنونة خوطة هيدا هو اللي بدك اياه من هالناس هيدا اللي يعمل لك بعيونك هيدا اللي يعمل لك هيدا بيصير ميتك صير لي غيري ولا دقيقة عين شو المطلوب مني تعمل اول شي ما مطلوب منك شي ما حدا طالب منك شي اصلا ما حدا شايفك ولا حدا باله فيك يطلب منك منك خرج حدا يطلب منك شي لا انت ولا انا ما بدنا حدا يطلب منا شي انت اطلبي من نفسي انا رح اترك الخيار للجمهور يا بتمشوا على طريقة مريم وبصير شكلكم هيك يا اما بتمشوا على طريقتي وبتعيشوا حياتكم مرتاحين افانوي وبصير شكلكم هيك عليكم انتو ليك والشكل والعقل كمان عم بحكي مع المشاهدين ما تقطشيني شو بقطشت لك انا عم بقطش خلص مريم ما بقى في اسم خلص اليوم بليز خلص ما تضحكي انا عم بنهار اعصابي بالارض انت بتضحكي بتجيبي شو مكان طب ليه وين اوشو ما بيساعدك ما بيجاوب عنك ولا شرطة بس تفسف علينا على التيفي خلص بليز مريم لحد هون بس يلعن الساعة اللي جيت على هالسيدة نانا 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 بهدلت حالي